يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارس يرجع لكم بمقطع جديد من المقطع هذا برعاية وندر شير في المورا. في المورا برنامج تعديل سهل الاستخدام وينفع لك إذا أنت تسوي مقاطع لليوتيوب أو تسوي مقاطع لأي سبب، واستخدامه سهل جدا بالنسبة لبرامج التعديل الثانية المعقدة. طريقة استخدامه سهلة جدا، بعد ما تحمله من موقعهم الرسمي اللي تلقى رابطه تحت في الديسكريبشن، تسطب البرنامج زي ما أنتم شايفين، وبعد ما تسطب البرنامج وتفتحه بيطلع لك خيارين: خيار التعديل السهل والمبسط اللي يخليك تعدل المقطع بطريقة سريعة ومبسطة، وعندك خيار التعديل الكامل والاحترافي. خيار التعديل الاحترافي هو أحسن خيار إذا بتسوي مقاطع لليوتيوب. بعد ما تختار التعديل الاحترافي بتطلع لك واجهة البرنامج الرئيسية، وتبدأ تضيف مقاطع وصور وأصوات زي ما انت شايفين. وبعد ما تضيف المقاطع والصور وتنزلهم في التايم لاين اللي شايفينه تحت، وتحطهم في أماكن معينة على حسب مقطعك، تقدر تكتب اللي تبغاه على الفيديو وتضيف أصوات وتحطهم في مكان معين في الفيديو. وبعد ما تخلص من التعديل وتضغط على زر الإكسبورت اللي هو زر الاستخراج، وكذا مقطعك بيطلع في خلال دقائق. البرنامج مجاني ومتاح للويندوز والماك، وتلقوا رابط تحميله في الديسكريبشن تحت. الزبدة اليوم نتكلم عن وفاة أشهر غوريلا في العالم واللي اسمه هارامبي. هارامبي ذا حيوان شهر في العالم شهرة ما هي طبيعية، ووصلت شهرته اللي رشحوا للرئاسة في أمريكا. ما أمزح، ترى من جد رشحوا للرئاسة في أمريكا. المهم إن الغوريلا الكيوت ذا كنت أطقطق عليه وأقول دولة من جدهم يتكلموا عن غوريلا مدريش، بس بعد ما سمعت قصته وشفت وجهه البريء ذا خلاص أنا صرت واحد من جماهير المتعصبين، وما أسمح لأي حد يغلط على هارامبي. والمقطع ذا بيكون مقطع حزين، فاللي ما يتحمل الحزن وما يبغى يبكي يطلع من دحين. الزبدة إنه قصته بدت في يوم 27 ماي 1999، يوم ولد هارامبي وفتح عيونه على العالم. وهذه صورته وهو ورع ومرة كيوت ويخقق ومدريش. وأول ما فتح عيونه على العالم اختطفوا الكريهين حاقين حدائق الحيوانات وحطوه في حديقة حيوان اسمها جلادي بورتر في أمريكا. البشر دول ما خلوا هارامبي يعيش طفولته زي بقية الغوريلات، وخلوا يفقد براءته من بدري والعياذ بالله. أول ما حطوا لك هارامبي المسكين في حديقة الحيوانات حاولوا يزوجوه من غوريلا أكبر منه، لكنه رفض رفضا شديد اللهجة. أول سبب لأنه لسه صغير والغوريلا الثاني أكبر منه كثير، والسبب الثاني هو إنه الغوريلا اللي كانوا بيزوجوا عليها زعبة. صح يا رجال، غوريلا زعبة ورفضوها كل الغوريلات، ولين الحين ما تزوجت وما أعتقد إنها بتتزوج. أنا في البداية ما كنت متفهم الوضع وقلت كيف يرفضها ما أدري إيش، بس بعدين شفت صورتها وقلت والله من حقه يا رجال، من حقه ولا مو من حقه. المهم انه في 2014 نقلوا هارامبي لحديقة حيوانات اسمها سيسينيتي برضو في امريكا، ونقلوا للحديقة دي عشان يعلم بقية الغوريلات كيف يتصرفوا ويتعاملوا مع البشر بحكم انه فاهم في الحاجات دي. هارامبي ذا كان يعرف يتصرف مع البشر احسن من بعض البشر. في ناس قالوا انه اسلوبه وتعامله كان راقي جدا. لو هارامبي ذا كان بشر كان بيكون واحد من حاقين الاتيكيت مدريش. الزبدة انه في يوم 28 ماي 2016، يعني بعد يوم واحد من تاريخ ميلاده اللي احتفل فيه مع الغوريلات بكم حبة موز عليها شموع، في اليوم ذا زار حديقة الحيوانات ولد صغير عمره 3 سنوات، وقال لأمه انه يبغى يزور الغوريلات. طبعا هذه حديقة حيوانات، واذا بتشيل معاك اطفال في العمر ذا لازم تراقبهم، بس ام الطفل ذا ما راقبته لانها تحسب الوضع في السليم. غلطانة للأسف. الطفل ذا تسلق جدار طوله 1 متر، وبعدها زحف 2 متر، وبعدها طاح 4 أمتار في قفص الغوريلات اللي كان هارامبي معاهم. طبعا هارامبي ذا ما هو غوريلا عادي وتفكيره أكبر من الغوريلات، فعشان كذا أول ما طاح الولد في القفص هارامبي صحي من النوم وقام دخل حريمه في القفص لأنه حس إنه في تهديد في الموضوع. وبعد ما مشى لمصدر التهديد بكل فخر وعدم خوف وجرأة وشجاعة وإصرار وعزيمة بالرز، هذا كله بعد ما دخل حريمه للقفص عشان لا يجيهم شيء. أول ما مشى لمصدر التهديد عرف إنه البلاغ كاذب، بس في نفس الوقت حس ان الطفل ذا اللي طاح في القفص تضرر من الموضوع وجاته اصابات مدريش. وبرضه الناس بدأوا يصيحوا، وهو عارف انه بعض الناس حمير عشان كده بدأ يحميه. نفسي احط لكم المقطع بس طلع فيه الكوبيرات عشان كده ما في الا صور بس. وبرضه في نفس المقطع يبان هارامبي وهو يجر الطفل على الموية. في ناس يقولوا انه كان يلعب، وفي ناس يقولوا انه كان يسوي بتجارب علمية مدريش. الكلام ذا كله خطأ. الولد بعد ما طاح في قفص الغوريلات تعور وجاته اصابات في رجله، وهارامبي كان معتبر الطفل زي ولده عشان كده بدأ يسحب جده على المويه. وفي ناس بيقول ايش طريقة العلاج الغبية ذي وكيف ومتى اخترعوها. العلاج عن طريق السحب على الماء علاج معروف جدا، صح انه ما حد يعرفه غير اللي انا طلعت بالاستنتاجات دي، بس خلاص الحين كلكم عارفين. المهم انه بعد 10 دقائق من اللي صار جاك هارامبي وشال الولد لبيته عشان يكمل علاجه ولا يرضعه، مع انه ذكر وما عنده خاصية الترضيع بس هو يعرف يتصرف. بعد ما دخلوا البيت وضيف حسن الضيافة جوك حراس حديقة الحيوانات دول وقالوا او شيت ده مدخلوا البيت، يعني بيقطعوا 20,000 قطعة ويخليه KFC للعيال ويفشخ ملابسه ويلبسها عياله مدريش. فقرروا انهم يقتلوا للأسف الشديد، وجاء واحد من الحراس شال سنايبر زي اللي في كول اوف ديوتي وطلق عليه رصاصة في راسه. وفي الساعة 4:59 من يوم 28 ماي
قتل هرمبي قتل هرمبي قتل هرمبي. انا عارف انه موضوع جاد ويمكن كل اللي قاعدين يتفرجوا المقطع ده قاعدين يبكوا، بس انا لسه ما تعلمت اسوي صدى ولسه مستمر على الحركة الغبية دي، فاللي عنده رابط شرح طريقة عمل الصدى لا يقصر بالله. المهم نكمل، قتل هرمبي قتل هرمبي قتل هرمبي. المهم انه بعد ما مات هرمبي برصاصة ظالمة وقذرة انفجر العالم وقامت مظاهرات في كل المدن بسبب الظلم على الكفو هرمبي، وفي ناس اتهموا جورج بوش بانه خلف المؤامرة التي ادت الى قتل الكفو هرمبي، وبرضو الانترنت انفجر ونزلوا عنه ملايين الصور اللي تثبت انه العالم واقف معاه، وبرضو في انتخابات امريكا في اكثر من 11 الف شخص صوتوا لهرمبي في الانتخابات عشان يصير الرئيس الامريكي الجديد مع انه ميت، وبرضو قال انهم بيسووا فيلم عن الاسطورة الراحلة الكفو هرمبي، وقبل كم يوم احتفلوا بعيد ميلاده 18 في كل مكان. ما اقول غير لن ننساك يا هرمبي بيس. في واحد اعرف عمره 25 تقريبا طبقته يتفرج تسالي احلى عالم حق ام بي سي 3 اللي تطلع فيه دانيا شافعي ما ادري ايش، ولما جيت سالته انت ايش قاعد تسوي جا قال استرجع ايام الطفوله حمار عند اهلك انا عارف انه